مرحبا بكم في هذا الفيديو المقدم من شركة ون فاينانشال ماركتس. تتوجه أنظار المستثمرين خلال جلسة يوم الجمعة من هذا الأسبوع نحو بيانات سوق العمل في الولايات المتحدة الأمريكية، وتشير التوقعات إلى قراءة قوية وإيجابية لبيانات التوظيف، ومتوقع إضافة الاقتصاد بحوالي 900 ألف وظيفة جديدة خلال شهر يوليو، والتي ستكون أكبر زيادة في 11 شهراً. ويتوقع أيضا أن نرى انخفاض في معدلات البطالة إلى 5.7% من 5.9% خلال يونيو الماضي. ولكن في حال القراءة أتت دون التوقعات بالنسبة لبيانات التوظيف ورأينا ارتفاع في معدلات البطالة، ذلك سيعزز من خسائر الدولار الأمريكي والتي أخذت في الارتفاع خلال الأسبوع الماضي، وخاصة بعد أن قام البنك الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة، وأيضا بعد أن أعلن محافظ الفيدرالي الأمريكي جيروم باول عن أن رفع معدل أسعار الفائدة سيحتاج إلى المزيد من الوقت، وأشار أن الاحتياطي الفيدرالي يتابع البيانات الاقتصادية ومنها بيانات سوق العمل. ولكن الجدير بالذكر أنه خلال هذا الأسبوع كانت لدينا بعض التصريحات من أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي، ومن ضمنهم ميشيل بومان، حيث كانت هذه التصريحات غير إيجابية بالنسبة لسوق العمل. أشارت بأن سوق العمل سيستغرق المزيد من الوقت للتعافي من تداعيات جائحة كورونا، وأكدت أيضا على أن هناك المزيد من العمل ينبغي على البنك الاحتياطي الفيدرالي القيام به حتى يعود الاقتصاد الأمريكي إلى المسار الصحيح لتحقيق انتعاش قويا. وبالنسبة لتحركات الدولار الأمريكي، نلاحظ خلال هذه الأثناء تراجع مقابل سلة من العملات الرئيسية ليتداول دون مستويات 92. هذا بالنسبة لي أهم ما تترقبه الأسواق خلال هذا الأسبوع. شكرا للمتابعة، وانتظرونا في تقارير أخرى.